صباح الخير، يا صباح النور، يا صباح أول ليلة بمصر. هل تعتبر هي أول ليلة ولا تاني ليلة؟ لا، المفروض تاني ليلة. كي أنا فقت وصحصحت مع أني نايمة متأخرة، بس كيف هيك صحصحت وفقت عن جد ما بعرف. كم النشاط؟ أنا مستغربة من حالي. المهم بدي قولي شو رأيكم برفعتي الخرافية اللي رافعتها؟ شو رأيكم شعراتي؟ ما علينا، رح أترككم مثل ما هن، بس بدي أعدل عليهم شوية صغيرة، بس رح أخلي هاي التسريحة، هاي التسريحة الصباحية. بدي محارم وما في محارم. رح أجيب من هون بالمحارم، فصباح خفيفي. وبعد شو رح نعمل؟ هنحط سريع سريع واقي الشمسي. أنا امبارح هذا بس مسكر، لما رجعت لبست بيجامة حلوة كتير كبير علي. عمال شوف اوفر اوفر. هلا يا الله، كل ما اسمع كلمة اوفر بتذكر اليكس لما مرة عصب مني قال لي اسراء انت عن جد صايرة كتير اوفر. عم قلت لي انا عم دور على شكلتي وهي ما هيك طلعت، فكرة انا ما حاطة شكلتك. انا حاطة طبس يعني بطاطا. طيب فتحته، بس ليش مفتح؟ بعرف رفقاتي عملوا لي انه قبل بيومين، يعني قبل ما تيجي، الجو كان احلى من هيك بمصر. هلا كانه راجع الشوب. قلت شو يعني مثلا، شو يعني جبتي لنا الشوب واجيت كترنا شوي؟ بس عادي يعني اكيد ما رح احط غير واقي شمسي. لاني نازلة على الفطور بدي انزل افطر لانه عندي دواء بدي اخده، وغير هيك يعني خلص نرجع على السيستم. اوكي انا بكيشن وسفر ومر، بس انه السيستم ونظام الاكل لانه راسي بيوجعني عن جد، خصوصي بالسفر لازم اركز بالاكل. لازم اركز بالاكل، لان انا كمان النوع اذا ما اكلت او تركت يعني حالي جوع كتير راسي بيوجعني. يوم امبارح قبل ما انام، نمت شوي متاخرة، بس قبل ما انام اكلت بيتزا خضار. تخيلوا يعني اكلت عجينة ونبت، عم تستوعبوا؟ اكلت تقريبا يمكن 4 5 قطع ما صارت. يعني اسراء بالعادة بتاكل لما بكون في بيتزا يعني قطعتين، والثالثة بتكون شو ضايقت حالي شوي، بس فعليا يعني امبارح اكلت 4 أو 5 هيك شيء كثير اوفر. يعني انا لسه صحة هون على قلبي، بس انه ما لازم اعطي حالي وش لهالدرجة بالاكل. وانا اللي بفتح بدي اجيب بس الحمرة يلي انا اعتبرتها كتنت ويجي، بس حافظ شو نتاكل. لما تروح اول اكل شيء وشربت شيء حب لانه لونه حلو خفيف او بتنشف على الشفايف. بدي اتاكد اذا هي تنت ولا لا،
مو مكتوب شيء اسمه تنت. يعني فعليا بتشبه التنت. فكرة ما لها تنت هي. كتير حلوة الجنة. هيك نحط شوي هون هيك يعني شوي شوي يعني كأنه ببين حمار طبيعي. الخدود هنن هيك مو كأنه انتو حاطين لون. كترنا هون اكثر من هيك. عم نرجع نعدل شوي تانية على هي الشيء. أدير شوي على شعري. إن شاء الله يزبط معي مثل ما كان لأنه كان عاجبني. بس هلا لأنه بدي إياه يزبط ما رح